مش قلت لكم اللي عامل فيها بورم ده هو نقطه الضعف اللي فيهم، وده اللي لازم نركز عليه من وسط العيال. اسمعوا كلامي. كل مخبرين امن الدوله اللي شغالين وسطينا عمالين يسالوا عليك، عندهم معلومات كامله عنك وعارفين انك هنا في اسكندريه. الظاهر انهم مراقبين تليفونك. كويس انك قفلته. ايوه بس انا كده مش هعرف اطمن على الجماعه. ما اقصدش الجماعه يعني، انا اقصد الحكومه. مش الحكومه، ام عبد الرحمن والعيال. طمن الاخوه في رشيد، اطمنوا عليهم من بعيد لبعيد. الحمد لله كلهم بخير. ام عبد الرحمن ما شاء الله جدعه، والعيال كمان كويسين. المهم دلوقتي انك لازم تغير مظهرك وتدارى شويه لحد ما يبان بالظبط هم عايزين منك ايه. باذن الله هيعدي عليك واحد من الاخوه الساعه 6 جنب جامع الفتح اللي في سيوف. ايوه عارف. هتطلعوا على ايدكم، تقعد هناك يومين ثلاثه وهنتواصل باذن الله. باذن الله. ايوه بس اغير مظهري ازاي يعني؟ اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، استغفرك ربي واتوب اليك. حاجه يا شيخنا؟ شيخنا ايه بقى؟ قول لي يا عمنا، قول لي يا كابتن. ما خلاص. ليه يا عمنا؟ مش انت بتعمل عشان صوره الباسبور؟ اما تطلعه اسيبها لغايه ما توصل لحد ركبتك ولا تزعل نفسك. ركبتي؟ وحياتك شاهل شويه عشان مستعجل. ماشي يا عم، بس ما تحسسنيش ان انت بتركبني ذنب. خليك ريلاكس كده. قول لي بقى انت مسافر فين على كده؟ ايه؟ مسافر فين على كده؟ مسافر في فرنسا. رايح فرنسا انا. هشتغل في مصنع بتاع عطور. اصل انا عقبال املتك كده عملت تركيبه عطر فكانت معاهم وعجبتهم قوي. فهروح اشتغل هناك يعني. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. وحياة والدك، بلاش تحف، خففها بس كده على خفيف، ده عشرة برضو. عندي معلومات مؤكدة بتقول إن في تغيير وزاري شامل هيحصل، مش بس الداخلية، الحكومة كلها ممكن تتشال. محتاجين يقدموا كبش فدا. في ضغوط كتير قوي من بره مصر، مش قادرين يقبلوا فكرة حادثتين كبار ورا بعض. أنا مش عارف هنشتغل إزاي في الضغط الكبير ده. ما هو حضرتك يا فندم اللي ما ادتنيش فرصه عشان اشرح لك القضيه. خلاص خلاص ايه؟ ما تقوليش خلاص، بقول لك الدنيا مقلوبه، مش عايزين نقدم اي معلومات يا هيثم باشا عشان ننقذ الموقف. يا فندم لما تسمع التصور الكامل اللي عندي بعد المعلومات اللي جمعناها في الساعات اللي فاتت هتعرف فعلا ان القضيه اتحلت. مش مصدق ان محمود ممكن يشهد بالكلام ده. ليه؟ ده احنا ما فيش حد فينا اذاه في حاجه. والله بقى الكلام ده تقوله له لما تواجهه في النيابه. الراجل قرر يشتري دماغه ويلبسك انت وعاصم وعبد الرحيم الصعيدي في القضيه ويطلع منها هو واخوه. ايوه بس ليه؟ لما ما فيش حد فينا عمل حاجه اصلا، ايه لازمته الكلام ده؟ يعني انت مقتنع انه يظهر كده صدفه قبل التفجير بكام يوم ويستلم الشغل وهو جاي عن طريق حد من الجماعات المتطرفه؟ اخوه قبل التفجير بليله واحده يجي ويسيب شنطه فيها طريقه صنع المتفجرات. وفي اليوم اللي بعده يحصل التفجير. في الوقت اللي بيختفي فيه من البيت. وبيرمي الجت على بنت الراجل اللي شغال عنده. عشان تبقى حجة غياب. البنت جت فعلا وأقرت إن هي شافته. لكن صدفة. هو طلب منها إن هي توصله لمكان معين. ووصلته وسابته ومشيت. وعندها أصحابها هيشيلوا بالكلام ده. وبعد التفجير بوقت قليل يجي أخوه عشان ياخد الشنطة اللي فيها أدلة
اللي بتحطهم موضع شبهات. طب ما تأخذونيش يعني يا بهوات، لما انتوا عارفين كل الكلام ده عنه مصدقينه ليه؟ مين اللي قالك اننا مصدقينه؟ امال احنا جبناك هنا ليه وخليناك تقرا الكلام ده مع انك المفروض تتواجه بيه في النيابه؟ وشيلنا الغمامه عن عينيك وخليناك تشوف وشوشنا مع ان ده ما حصلش مع اي حد من زمايلك. ليه عملنا كده؟ عشان وثقنا فيك وصعبت علينا انك بتتدبس في شيء القضيه انت مالكش دعوه بيها. طب وانا ايه المطلوب مني دلوقتي يا فندم؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي يعني؟ ولا حاجه. من حقك تعرف ايه اللي بيتقال عنك وتشوف ممكن تعمل ايه. تحب تشرب ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت داخله تتسحبي كده ليه يا بت؟ ودخلتي هنا ازاي؟ ابلة هدى بعتت لي المفتاح مع ام ولاء جارتها، اصلا مش عارفه اسيب العيال وتيجي يا خالتي، فقالت لي اقعد معاكي. وبعدين يعني بتوع امن الدوله منعينها انها تخرج من البيت، اصل هم كمان عاملين له كمين. طب بس بس خلاص، انت هتفكريني بالغلب اللي انا فيه ليه؟ هو انا ناقصه حسين رخر؟ مش كفايه عليا جوزي وعيالي الاثنين؟ ايه مبوزه ليه؟ خايفه أقرأ محمود يا خالتي. انت هتفقري من اولها؟ هو احنا فاهمين حاجه اصلا عشان نخاف ولا ما نخافش؟ مكتوب علينا كل ما يتزنقوا في حد يجوا ياخدوا جوزي وعيالي الاتنين من باب الاحتياط، مش مهم يحبسوهم زي ما هم عايزين، المهم الخطه بتاعتهم بتبقى وحشه قوي، والدور والباقي بقى يا عيني على عربيه الاسعاف اللي مشحططينها رايحه جايه رايحه جايه. انت بتضحكي. طب ايه رايك بقى، اخر مره وانا راجعه في عربيه الاسعاف قلت للراجل، بقول لك ايه يا ابني، ما تركن تحت البيت، هو انت شغال على حد غيرنا؟ ما هو احنا خلاص بقينا ملطشه البوليس في ام البلد دي. معلش يا خالتي، يا رب جعل اخر احزان يا رب. يسمع من بقك ربنا يا حبيبتي، والله انت اصيله وفيك الخير، واحده غيرك كانت زمانها تقول يولع هو وامه، خصوصا بعد اللي عمله فيكي. انما ما تزعليش يا حبيبتي، هو عمل فيكي كده عشان بيحبك. ايوه بس هو مش عايز يشحططك معاه عشان شايف امه متشحططه ازاي مع ابوه. هو انا يا خالتي كنت اشتكيت له؟ ده انا قلت له على قلبي زي العسل، بس هو بقى اللي ركب دماغه. امك وابوكي هما اللي طلعوا عين امه اللي هي انا، طول النهار وطول الليل زعيق ونكد وتطفيش لما الواد زهق. كان الله في عونك، انت مستحمله اهلك دول ازاي؟ ما تزعليش، احنا يعني بنفضفض مع بعض. بقولك ايه يا خالتي، هو مش ممكن محمود كده قلبه يحن؟